أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم إلى أولى فقرات البرنامج. ولكن سنتحدث عن قضية الأسير سامر العساوي، حيث الأخبار التي جاءت من مستشفى سروكا ومن المحكمة الأخيرة التي عقدت للأسير لمزيد من التفاصيل وحول المعلومات الصحيحة، لأن هناك كان نشر بعض الأخبار في وسائل الإعلام كانت غير صحيحة. معنا من او عبر عبر الهاتف الاستاذ جواد بولس، مدير الوحده القانونيه في نادي الاسير. استاذ جواد، صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. نعم، ما الاخبار الصحيحه حول قضيه الاسير سامر العساوي بالفتره الاخيره؟ نعم، الاخبار الصحيحه هي الاخبار التي تجري على ارض الواقع. البارحه في ساعه متاخره من المساء، وبعد ان انهينا في الصباح جلسه محكمه كانت او اتسمت بصعوبه ما لا سيما فيما يتعلق بصحه سامر الذي كان في حاله خطيره جدا، كما شهدت الطبيبه التي حضرت الجلسه واستجوبت القاضيه واجابت بكل صراحه ان سامر عمليا يواجه امكانيه الموت في كل لحظه. بعد هذه الساعات استمر النقاش مع ممثلي النيابة العسكرية، وكانت نقاط الخلاف متعددة. فترة الحكم التي تريدها إسرائيل كانت واحدة من هذه النقاط، ولكنها لم تكن في الأيام الأخيرة الرئيسية، بل كانت الطريقة التي سيحكم فيها سامر. إسرائيل ومنذ البدايات خططت لأن تعيده كما شرحنا أكثر من مرة لكامل فترة محكوميته التي حظي عنها بحرية من صفقة شاليت، وهي 20 عام. إسرائيل تنازلت عن ذلك وعرضت أن يبعد لخارج الوطن إلى فترة ما بدأتها ب10 سنوات. كل هذه المقترحات رفضت. في النهاية وافقت إسرائيل على أن يحكم سامر لهذه المدة، وأن يطلب بالتوازي مع الحكم طلبا للعفو، ويقوم رئيس دولة الاحتلال بإصدار هذا الأمر وإبقاء فترة العقوبة المتفق عليها. قمنا برفض ذلك لما يعني ويؤسس له كسابقة خطيرة في حق من سيجيء وفي حق العديد من القضايا الرمزية السياسية التي رفضناها. في النهاية وافق النيابة أن تسحب جميع هذه العروض وأن تقبل بحكم سامر مباشرة من المحكمة لفترة 8 شهور تحسب من اليوم، بعدها يفرج عنه إلى العيسوية كما أصر وطلب وطالبنا منذ البداية. آمل أن نستطيع بعد ساعتين من الآن، أن عندي لقاء مع ممثلي النيابة العسكرية، أن نقوم بوضع نصوص لهذا الاتفاق أو نص كما اتفقنا ونقدمه إلى المحكمة العسكرية ليصبح قرارا نهائيا قطعا. نعم سيد، أتصور. نعم سيد بولس، يعني سؤال من شقين. هل نستطيع أن نقول بأن سامر العساوي حقق انتصارا له وللشعب الفلسطيني، وهل سيوقف اليوم إضرابه عن الطعام بشكل كامل؟ الثاني، سامر البارحة في منتصف الليل كنت عند مع شقيقته شيرين، وعند سماعه للاتفاق المبدئي وافق على طلبنا وبدأ بأخذ المداعمات من فيتامينات وما إلى آخره، وكان قد أوقفها منذ يومين، مما أدى إلى تدهور حقيقي بحالته. البارحة بدأ بأخذها، وهذا كان مدعاة لراحة ما عندنا وعند الأطباء. أما بالنسبة لسامر، يعني علي أن أقول، وأنا من الأشخاص الذين يعني ينادون دائما ب من عدم المبالغة والدقة، نعم. أقول نعم، هذا هو نصر، ونصر كبير بداية لسامر ولقضية الأسرى بشكل عام. يعني علينا أن نتذكر أن إسرائيل عندما اعتقلت سامر خططت وأرادت وقدمت وسعت من أجل أن يعاد إلى وراء القضبان لفترة 20 عام. إسرائيل ولعدة اعتبارات وافقت أن تتنازل عن هذا المطلب مقابل أن يوافق سامر إلى الإبعاد طوعا خارج الوطن. إسرائيل
إسرائيل يعني تمسكت بهذه المواقف حتى عندما عرفت أن سامر على شفا الاستشهاد وراهنت على أن يقبل سامر بطروحاتها. ولذا أقول أن الانسحاب والتراجع الإسرائيلي عن هذه المواقف كمن شهد هذه العملية، يعني هنالك العديد من الفواصل والمفاصل والمحطات التي مررناها ولن يعرف أحد عنها من خوف وتخوف ورهان وقمار ونقاش وصياح وعراق وإلى آخره. صحيح، وربما ما ميز هذه الفترة الإصرار والتحدي والعزيمة التي كان يتمتع سامر العساوي فيها ومن حوله. ونستطيع الآن أستاذ جواد أن نبارك لهذا البطل بانتصاره الذي حققه على المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جواد بولس، مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، كنت معنا عبر الهاتف. إذن الحديث عن إنهاء لقضية سامر العساوي حسب ما وعدت به المحكمة الإسرائيلية، أن يحكم سامر بثمانية شهور ابتداء من اليوم على أن يقوم بفك إضرابه بالاتفاق مع إدارة السجون، وبالإضافة أيضا مع محاميه جواد بولس. وكان سامر العساوي أضرب منذ 278 يوما بعد اعتقاله، وهو أحد محرري صفقة شليط عام 2011 في 18 من شهر 10 تحديدا تم إطلاق سراحه وأعيد اعتقاله عندما دخل الضفة الغربية كما قالت إسرائيل.